بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد هنتعرف فيه على النبات المزروع قدامنا ده. النبات ده نبات حلو جدا، بناكل منه البذور الخضراء أو الجافة، سواء كانت ملساء أو مقعدة بناكلها، ممكن طازجة وممكن بعد الطهي، غالبا بعد الطهي. بناكل منه كمان القرون لو هي سكري. تفتكروا نباتنا ده ايه؟ نباتنا النهاردة هو نبات البسلة. تعالوا نشوف ازاي نتعرف على النبات ده ونعرف اهميته الغذائية والاقتصادية، وكمان نعرف ازاي نزرع. هو نبات بقولي عشبي حولي، بتجدد زراعته سنويا. الساق فيه قصيرة أو طويلة حسب الصنف، لأن الأصناف بتتقسم حسب الطول إلى قصيرة وطويلة ومتوسطة الطول. الورقة مركبة ريشية، والورقة الفردية فيها الأخيرة بتتحول إلى محلاق اللي شكله زي الخيط ده بالظبط، أهو ده المحلاق. الثمرة طبعا قرن، والبذور كروية ملساء أو مقعدة زي ما قلنا. القيمة الغذائية للنبات ده إن هو غني بالبروتين والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، يعني هو مصدر جيد جدا للبروتين النباتي. طيب إيه أنسب درجة حرارة لنمو النبات ده؟ هو محصول شتوي، أنسب درجة حرارة عشان تنبت فيها البذرة هي 24، وأنسب درجة لنمو النبات من 20 لـ 32، وتصل 17 بداية من الشهر الثاني، لكن بيقل العقد في درجة الحرارة اللي هي 25 درجة مئوية. رغم ان النبات شتوي، لكن لو تعرض الى الصقيع بيحصل تساقط للازهار والقرون الصغيرة في العقد او حديثة العقد. اما الحرارة لو ارتفعت اثناء النضج فده بيخلي البذور لونها يصفر وتفقد جزء من الكلوروفيل الاخضر. أنسب معاد نزرع فيه البسلة هو من شهر أغسطس لغاية شهر يناير، لكن أفضل معاد هو من أكتوبر إلى نص نوفمبر. أما التربة اللي بتصلح لزراعة البسلة فهي التربة الصفراء الخفيفة والثقيلة بنوعيها، والأرض الخفيفة بتعطي محصول مبكر، أما الأراضي الثقيلة فتعطي محصول غزير. pH التربة المناسب للبسلة هو من 5.5 إلى 6.7. كمية التقاوي اللي لازمان عشان أزرع فدان من البسلة بتتوقف على طول الصنف. الأصناف القصيرة الفدان ياخد حوالي من 40 إلى 55 كيلو جرام، الأصناف المتوسطة تقل من 25 لـ 40 كيلو جرام، الأصناف الطويلة من 10 إلى 15 كيلو جرام للفدان كمية التقاوي اللي أزرع بيه. مسافة الزراعة بين الجور لما أجي أزرع البسلة بتتوقف على طريقة الري المتبعة. لو كان الري بالغامض فأنا أزرع البذرة سرا أو في سطور تبعد عن بعضها حوالي 10 سنتي. إذا كان الري بالرش فأنا بزرع في صفوف، المسافة بين الصف والتاني 60 سنتي، والبذرة المسافة بينها وبين الجورة من 5 لـ 7 سنتي. لو كان الري بالتنقيط هزرع في جوار برضو المسافة بينها 10 سنتي على خطوط مزدوجة، والمسافة بين الخطوط حوالي متر. بعمل خف للنباتات لو زرعت في الجورة الواحدة أكتر من بذرتين، وبعمل ترقيع لما ألاقي عندي غياب في نسبة الجور اللي فيها إنبات. العزيء في البسلة المفروض يكون سطحي عشان أزيل الحشائش، لأن النبات بعد ما بيكبر بيحصل له افتراش على الأرض وغزارة نمو تعيق النقاوة اليدوية أو استخدام آلات نظافة الحشائش. إزاي أسمد البسلة اللي أنا زرعتها؟ قبل الزراعة وأنا بجهز الأرض بحط 30 متر مكعب سماد بلدي للفدان. لو عندي الأرض رملية زي كده كمان بزود عليها 5 متر زرق دواجن. طيب ايه بقية الأسمدة اللي انا بحطها؟
بحط 100 كيلو جرام سلفات نشادر، بحط 200 كيلو جرام سوبر فوسفات، و100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم، بضيفهم على دفعتين، الدفعة الأولى قبل ري المحياة والدفعة الثانية مع بداية عقد الثمار. أروي البسلة إزاي؟ أهم حاجة عندي لما أرويها إن أنا يكون عندي قدر مناسب من الرطوبة متوفر، خاصة في فترة الإزهار والإثمار، تمام؟ أو أثناء الجو الحار في العروات المتأخرة اللي بتوصل للنمو وإعطاء المحصول في الربيع. طيب لو زودنا المية يحصل إيه؟ يحصل عندي 4 مشاكل في البسلة. أولها إصفرار النباتات، 2 الإصابة بأعفان الجذور، 3 طالما اتصابت يبقى النمو حيضعف، طالما النمو ضعف يبقى المشكلة الرابعة عندي هي نقص المحصول. فالمفروض يبقى عندي نسبة رطوبة متوفرة معتدلة طول موسم النمو، وخاصة أثناء فترة الإزهار والإثمار. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض. تعال نشوف البسلة كده بعد ما كبرت وابتدت تعقد الأزهار. دي زهرة البسلة جميلة، دي لونها أبيض، التلقيح في البسلة تلقيح ذاتي، بتعقد الأزهار وتكون الثمار اللي هي عبارة عن القرون. امتى اجمع قرون البسلة؟ ده بيتوقف على الغرض من الزراعة. ازاي احدد ميعاد النضج وجمع قرون البسلة؟ اولا ببص على القرون الاقيها حصل لها عملية استدارة واتملأت بالبذور، قطعت واحد كده وفتحته هلاقي البذور من الداخل اهي امتلأت، والبذور حجمها جيد ولونها تحول من اللون الغامق للون الفاتح، تمام. طيب ايه اللي بيصاحب عملية تكوين البذور في المراحل المتقدمة بعد كده؟ نمرة 1 زيادة نسبة النشا، 2 زيادة نسبة البروتين، 3 زيادة المواد عديدة التسكر، زيادة الكثافة النوعية للبذور. أما لو أنا جمعت المحصول وقعد عندي بعد كده بلاقي إن نسبة السكر بتقل وتتحول إلى نشويات. زيادة حجم القرون طبعا بيؤدي إلى زيادة كمية المحصول. ده قرن حديث اهو لسه ما امتلأش بالبذور، يبقى في فرق بينه وبين القرن اللي بعده، ده مستدير ابتدى يكبر، ده لسه مبطط بانت فيه تحززات البذور ولكن لم تمتلئ وتمارس نموها او تكمل نموها. لو انا هنتج تقاوي البسلة ما خافش من الخلط او التلقيح الخلطي لان النبات ذاتي التلقيح، انما اتجنب الخلط الميكانيكي اللي هو النقل العمال للنباتات او للبذور اثناء الزراعة لو كانت الحقول مجاورة لبعض بين صنفين او اكثر. بحصد النباتات بالمنجل ولما تجف وقبل ما تتفتح القرون بنظفها واجففها في مكان جيد واعمل لها عملية تبخير وتخزين. الفدان هنا بيديني حوالي من 500 ل 700 كيلو جرام من التقاوي. شاهدنا في باقة أفكار، أتمنى النهاردة الفيديو يعجبكم وتكونوا اتعرفتوا وشفتوا شكل نبات البسلة وهو منزرع. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب لقناة باقة أفكار. مع تحياتي ليكم دكتورة رؤية.